السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي. كنتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يلقاكم على خير وبخير. كما لاحظتوا معايا هنا غادي نديروا واحد ديسير كيجي ساهل بزاف وكيجي زوين. غادي نبداو على بركه الله. غادي نحتاج فيه 160 غرام ديال الدقيق الابيض او لا فارين بلونش جميع الاستعمالات، يعني هذا الدقيق اللي كنصوبو به الحلوى غنحتاج منه 160 غرام. اصلا هذه الحليوه هذه راه ما فيهاش الدقيق بزاف، يعني دغيا كطيب وكتجي خفيفه. وهنا هاد الحلوه هادي راه عندي معتمده، اولا هاد الكيك هذا كنت كنديرو حتى في الكيك ديزاين، يعني كيجي لوغو ديالو زوين بزاف وسهل بزاف في المقادير. الوغ من بعد غادي دير 50 غرام ديال سكر مارون اولا الكاسوناد اللي عندكم، اللي ما عندوش الكاسوناد يقدر يعوضو بالسكر الابيض. ابها غادي نزيد لهم 50 غرام اخرى ديال السكر الابيض. اللي بغى ينقص مازال 50 غرام يدير غير 40 غرام. ما هي بهاد 50 غرام كاسوناد و 50 غرام السكر الابيض انا ديجا ناقصه من الوصفه الاصليه ناقصه منها واحد 80 غرام، لان راه كيديروا فيها نورمالمون في لاميريك كيديروا فيها 80 غرام في السكر الكاسوناد و 100 غرام في السكر الابيض، يعني راه كتجي حلوه. مي ما تخافوش ما كتجيش حلوه. كما قلت لكم 50 غرام سكر ابيض مع 50 غرام كاسوناد. هنا عندي واحد المعلقه ديال بيكربونات دو سود، معلقه صغيره، وعندي معلقه ديال الخميره ديال الحلوى ابخي واحد 8 غرام او لا 9. غندير واحد الرشيشه ديال الملحه باش تفاعل معايا البيكربونات دو سود. وهنايا عندي الكاكاو، هذا مازال درت انا غير كاكاو عادي ولكن محلوش. الا عندكم هذاك الكاكاو امير راه كتجي به غزاله بزاف، كيكون امير وكيكون حتى لا كولور ديالو نوار راه كتجي به هذه الحليوه كتجي به غزاله بزاف بزاف. ديجا انا هذا الكاكاو امير نوار كنت كناخذو صراحه من المغرب كنجيبو معايا ما لقيتوش، فدرت غير هذا الكاكاو مهم دو بون كاليتي مي هو مارو. صافي غادي نحرك هذيك المواد جافه بوحديتها باش تجانس. هاد الحلوه راه كتجي غزاله بزاف، تقدري ديريها في دي كاب كيك، تقدري ديريها في انا غنديرها بحال على شكل فيرين، تقدري ديريها بحال مسكوته بحال هكذا وتحليها وديري فيها لا كريم فريش، كتجي غزاله بزاف ما فيهاش بزاف مقادير. هنا غادي ندير شنو كنقول لهم لي ليكيد، غادي ندير واحد البيضه بيضه وحده وغندير 100 غرام ديال الحليب. انا عطيتكم كلشي بالغرام باش كومسا باش كومسا تكون سهل. 100 غرام ديال الحليب ما عرفتش شحال تقريبا كيدير، واش كيدير كاس اولا، مهم 100 غرام. ابخي غنزيد عليهم 100 غرام ديال الزيت. سهله بزاف دغيا كتحفظ هاد الحليوه هادي اولا هاد الكيك. 100 غرام ديال الزيت صافي، وغادي جو ميلونج لو تو وغادي نضيفو على هادوك العناصر اللي ناشفه. هنا بغيت نبارطاجي معكم هاد الديسير هذا كيجي غزال، تقدري ديري في دي فيغين صغيورين مثلا عندك شي عرضه اولا شي حاجه ديري في دي فيغين صغيورين راه كيجي وكتخرج الكونتيتي كبيره. صراحه حسن من تيراميسو، انا تيراميسو طلع لي في الراس صراحه وكنبدل بهذا، هذا كيعجبني بزاف بحال فورين واغ. صافي غادي ندير هذيك المواد السائله غادي نديرها على هاد الدقيق اي لا بودره دو كاكاو. نحاول انا ما نخلطوش بزاف، انا درت غير الكا اولا تقدروا ديروا الفوي كوم فو فولي، انا درت هنا غير الكا. صافي نخلطهم واحد شي شويه ونوقف على التخلاط باش لا فاريد ما تلقش الجلوتين ديالها وتجيكم الكيك تجي ناشفه. صافي هنايا درت الماء سخون، الماء سخون فريمون من البويوار يسخن، وغادي ندير فيه نضيف عليها 100 غرام ديال الماء سخون حتى هو تقريبا واحد الكاس. مهم ما تخافوش منها، راه كتجي شويه خفيفه يعني كتجي اللي كتجي شويه مي راه كطيب كتنشف، يعني ما كتبقاش مطلوبه. هنا زدت كما قلت لكم 100 غرام ديال الماء سخون بزاف، غير هو اون فوا تزيدوه حاولوا ديروا الباتور دغيا عند كل يترشع لكم الماء سخون حاولوا ديروا الباتور دغيا يضرب اولا ديروه بالفوي يكون افضل بالفوي بيديكم بحال هكذا باش ما زعما باش ما ترش عليكم هذاك القطرات ديال الماء. صافي كما شفتوا غادي نحرك شويه من الداخل
الا بقات شي، الا باقي دي غرومو اولا شي حاجه لاصقه صافي غنحطها في واحد المول. انا بغيت تكون عندي مبسطه، يعني غنحطها في مول يكون شويه كبير، غندير لها بحال جينواز. ما هي نورمالمون تقدري كيما قلت لك تقدري تخدميها بزاف الحاجات. انا غنديرها بحال جينواز وغنديرها في الفوغ طيب طيب على درجه 175 حتى تحمر. عندكم تحرق معكم مع البودر كاكاو، هاد لي كيك بحال هكا كيخطفوا شويه في الطياب. غير كتحمر صافي، راه ما غاديش تطلع بزاف. صافي نخرجوها هنا اونطروطون. وجدت واحد الكناش، غندير كناش مونطي بشوكولا، بشوكولا نوار. درت تقريبا كاس ديال الشوكولا معاه نص كاس ديال لا كريم فريش. خذوا لا كريم فريش كامله ديال الدسم. صافي هنا دوبتهم في البان ماري، غادي نحرك مزيان تيتجانس الشوكولا مع لا كريم فريش. نحركو مزيان صافي، وغادي نفيلميه اون كونتاكت وغادي نحطو في الفريغو. ما غاديش نديرو في يعني في المجمد، ما غاديش نديرو في الثلاجه الفوق، حيت انا بغيتو دغيا يجمد معايا باش نقدر نطربو باش نرجعو اون موس بحال اون موس. نو باردون، نرجعو اون كناش. فوالا كيما قلت لكم غنفيلم اون كونتاكت وغادي نحطو في الفريغو. هاد الكناش هذا راه غير اضافه، تقدروا ديروا غير هذيك مع غير لا كريم فريش اولا لا كريم مونتي، راه كتجي بنينه بزاف، كتجي صراحه كتجي غزاله بزاف. وتا الا درتوها للضيف ديالكم كتحمر الوجه، والله الا كتحمر الوجه. صافي هنايا غادي ناخذ لي سوغيز، لقيت لي سوغيز في ليدل وقلت علاش لا ما نديرش هاد الكاطو هادي. غناخذ لي سوغيز ودرت معاهم شويه ديال الماء، تقريبا واحد كاس ديال الماء، ودرت معاهم نص كاس ديال السكر، ما بغيتش السيرو يكون حلو بزاف. وغندير هاد لي سوغيز يطيبو في هذاك في هاد لو سيرو اللي درت، يطيبو مزيان حتى كيهراو بهاد هاد لي سوغيز هذا اولا هاد السيرو اللي درت، هو باش غنسقي الحلوه. هذه الحلوه ديالي بعد ما طابت خرجتها من الفران كما شفتوا، غنخليها تبرد تماما كما شفتوا. كتجي غزاله بزاف صراحه، كتجي غزاله وكتجي بنينه بزاف، كتجي لذيذه بزاف. هذه مع كناش مونتي اولا مع شوكولا ولا شوكولا ولا عبد راه كتجي فنه. هنا خرجت الكناش من الثلاجه وغادي نطلعو بالباتور. ما تربوش بزاف باش ما يتحببش لكم، وكاو تحبب لكم راح كدوزيه فواحد شويه في الميكرووند وكتعاودي تطربيه. مثلا جاك خفيف راح كتزيدي شويه شوكولا مذوب وكتعاودي تزيدي تطربيه. هذه هي لا سوس ديال كناش مونتي الا ما صدقش معاك. صافي لا كونسيستانس اولا القوام هو هذا. انا غنديرو في البوشادوي وغادي نحطوه في الثلاجه باش ما يهبطش معايا. صافي هنايا غندير لا كريم، عندي لا كريم لا كريم فريش، غنزيد معها شويه ديال الفاني، تقدروا تكثروا شويه الفاني كيجي زوين كيجي بنين في لا كريم فريش. وغادي هنا كنضرب فيتاس ضعيف، غنزيد سكر تقريبا. هنا عندي كاس كبير ديال لا كريم فريش درت فيه نص كاس ديال السكر. انا كنحاول الحلاوه انتي تحكمي فيها، كل واحد والذوق ديالو. انا ما كتعجبنيش الحلاوه بزاف في الحلوه، سختو الحلوه اللي مصوبه في الدار. دوكو غنضرب فيتاس ضعيف، ابري غنطلع الفيتاس حتى يطلع عندي تولي عندي كريم فريش مونتي. المهم مره كتبقاي تقلبي لا كونسيستانس باش تجي لا كريم فريش ما تخسرش معاك ما تحببش معاك. حتى هو غادي نديرو في البوشادوي وغنحطو في الثلاجه. هنا درت هذاك لو كيك قسمته بحال هكا سو فورم دو ديسك كما كتشوفوا، حتى راه جات غزاله بزاف، كتجي بنينه هاد الحليوه هادي. انا المهم جادوغ كنمدحها بزاف. لي فيرين هادو اولا هاد الكيسان هادو راني وريتهم لكم ديك خطا خديتهم من اكسيون، راهم كبارين بزاف. هذا لو سيرو اللي وجدت، خديت واحد الحبيبات ديال لي سوغيز اولا حب الملوك، حبل الملوك حيت لهم العظم ديالهم وقسمتهم على جوج. كما قلت لكم هذا الكاس راه خديته من اكسيون، راه كيتباعوا اون دو، راه كنت ديجا بارطاجيت معكم الفيديو، كيتباعوا بجوج كيجي فيهم ديسير كيجي فيهم غزال بزاف.
صافي. وهنا على حسب كل سيده شنو بغات دير، بغيتي ديري لا كريم فريج، بغيتي ديري الكناش مونطي هو الاول اللي عجبك. انا درت هنا الكريم فريج وغندير واحد لو ديسك ديال داك لو غاتو اللي صوبت، اولا ديك هذاك الكيك اللي صوبت نغطسو شي شويه في لا كريم. ابري غادي نزيد عليها نسقيه بهذاك لو سيرو لو صوبت ديال لي سوريز. كيما شفتوا الحلوه كلها في الدار، يعني حتى شي حاجه ما مصنعه، والكاتو كيجي راقي بزاف، كيجي غزال بزاف. كما قلت لكم تقدروا ديروه في دي فيغين صغارين يكونوا بحال هكذا انديفيديوال. هذا انا حنا كلينا فيه جوج ديال الناس. صافي كنسقيها غير شي شويه، يا ابري غنحط هذوك النصيصات ديال لي سوريز غنحطهم في الجنب ديال الكاس. المهم هنا لي فام نتوما والابداع ديالكم، كل وحده وكيفاش تبغي، كل وحده كيفاش تبغي تقدم لو كاتو. مي كخويا مو هاد لو كاتو كيجي غزال بزاف. صافي انا صفتهم بحال هكا، جاوا بحال شي كولي صراحه، صفتهم بحال هكا. غادي نعاود نزيد عليهم لا كريم فويتي، اولا فوالا لا كريم فويتي ديالتي غنعاود نزيدها عليهم. انا لا كريم هنا راه بدات كتهبط معايا حيت يدي عندي يدي سخونين بزاف، فانا كنهبط دائما لا كريم فريش اولا لا كريم شانتي كتهبط لي في يديا. خاصني ندير نبرد يدي في الكلاصون عاد باش كنقبط هاد لي بوش هذا. صافي هنا غادي تخبطيه واحد الخبيطه صغيره باش تحيد هذوك لي بول و لي سوريز يتبان لا كريم مع لي سوريز. صافي غنزيد واحد لو ديسك عاوتاني ديال البسكوي ونعاود نسقيها عاود بهداك هذاك لو سيغ لو صوبت. ما تسقيوهاش بزاف باش ما تجيش عاوتاني هذيك البسكوي تجي فازك، ما كيبغيش البسكوي يكون فازك بزاف. سقيوها غير جوست هي باش ما تجيش ناشفه عاد. غندير لي سوريز من الفوق. صافي وهنا غادي ندير معاهم شويه ديال شويه ديال القرقع، كيجي زوين القرقع صراحه مع الشوكولا. اصلا القرقع كله كيجي زوين الا عندكم من واد بيكان، الا عندكم شي حاجه هذوك لي فويتين اولا داك لي كراكران حتى هما كلشي كيجي زوين. اي حاجه عندكم مثلا اللي تعطي واحد شويه ديال الكروسيون ديروها. صافي وغادي نعاود نغطي عليه بلا كريم. المهم هنا تقدروا تغطيوه حتى تعمروا الكاس، تقدروا تخليوه بحال هكذا راه جا زوين، اللي عجبكم ديروه. مي كانت غير فكره، اما ما شاء الله الابداع راه كيبقى كل مره كيفاش كتبدع، كل سيده كيفاش كتبدع. صافي انا غادي نعمره بحال هكذا. صافي وناخد الشوكولا، ناخد واحد الطريف ديال الشوكولا ونحكو عليه من الفوق. الا عندكم الحكاكه غليظه يكون افضل، انا الحكاكه غليظه كلشي داكشي كنربيه بحيث فريمون عندي شي مالادغوات دائما كنضرب يديا ولا سميتو، فخليت غير هاد الحكاكه هذه. صافي بحال هكذا كيجي. درت واحد السوريز من الفوق مع ورقه ديال النعناع. المهم سي مينيماليست ولكن راح جاب بنين بزاف فريمون كلينا فريمون. دو بيرسون هذا تبارك الله راه كبير هذا الكاس، دو بيرسون ما قدهمش. كنتمنى تكون يعني نالت اعجابكم الوصفه وتاخذوا عليها واحد تاخذوا غير فكره صغيره، وبيان سور كل واحد يديرها بطريقته. ابري مشينا من كملت بزاف بيان سور ديتو حطيتو في الثلاجه. كنا مشينا لسونتر كوميرسيال، كنت بغيت نصور لكم لي نوفوتي ديال زارا، مي فريمون الدنيا عامره بزاف ما قدرش حتى نصور، يعني كاين بزاف ديال الناس. فصافي المهم البنات ضروري من ستاربكس ضروري. وهنا فاش كنا طالعين الطوموبيل عطاوني زعما شراو لي جوج شوكولا، شراو لي جاب دو بروس مينيون. المهم انا كنحمق على الشوكولا بحال هكذا، شوكولا اولا يكون معاه لي نوازيت اولا شي حاجه، ما كيعجبنيش الشوكولا بوحديتو، ما كنقدرش ناكلو بوحديتو. صافي غنوصل للدار ان شاء الله نبارطاجي معكم شنو خديت لهم. خديت لهم دي جوغين فقط، غير دي جوغين حيت بحال هكذا ما كيعجبنيش البنات يكونوا كيدورو في الدار بالبيجاما، انا ما كنحملش بيجامات في الدار. يعني الواحد اون فوا كيفيق خاصو يزول عليه بيجاما يحطها هو اولا تحطها تسبن ابخي يلبس جوغي اولا يلبس جين اولا اون غوب اللي عنده. هنايا هاد الجوغن كلهم خديتهم من زارا، خديت لبنتي هادو، خديت جويجات، خديت لها واحد اون غري وخديت لها هذا اون بيج. يمكن اي مسومبل الثمن ديالهم 19 اورو لشاك بياس، الجوغي والكابيشون من الفوق 19 اورو.
19 او لا 20 اورو. التويب ديالهم صراحه زوين بحال هكا يتلبس في الدار، كيجو زوينين. حتى هذا خديته لبنتي الكبيره لا تاي سمول، هذا شويه كيبقاو شويه يمكن المسامبل ان بجوجهم دايرين واحد يمكن 60 اورو بجوج، هو والكابيشون ديالو تقريبا 60 اورو. المهم كيتبقى الثمن ديالهم مزيان، راه كيلبسوهم في الدار وبحال هكذا بالخطرات في ليكول كيكون واحد لافلام ما فيه ما يلبس ما تاش حاجه يمشيو بهم حتى ليكول، سيرتو انهم لارج. انا بالنسبه لي البنات ضروري كندخل في اللبس ديالهم في ليكول، يعني ما كنخليهمش يمشيو باي حاجه. ليكول كيصلح لها هيدجين تي شيرت بحال هكا دي جوغين، يكونوا ابيي فوالا ما يمشيوش باي حاجه صراحه. ودوك لي لوغو الكبارين انا ما كنحملهمش، ذا نورث فيس او نايكي ولا اديداس ما كنحملش هذوك لي لوغو، حتى يلبسوهم خاص يكون لوغو صغير. هذه شريتها انا، خديت وحده بحال هكذا في الكري، عرفتي بحال لي تاشتي بجافيل او لا شي حاجه بحال قديمه، خديت وحده في الكري وخديت وحده في البلون. البلون لبستها دابا نوريها لكم، وهذه حتى هي خديتها لبنتي في هاد لا كولور، هذا جديد هاد جوغين في زارا، عرفتي زوين بزاف وكيجي هابط وعريض. انا وبنتي تقريبا دابا كنلبسو بحال يعني كنشريو وكنتبادلو بعضياتنا. البنطلون ديالها حتى هو زويون تقريبا، هادي بجوجهم السويت من الفوق والجوغين بشي يمكن شي 45 بحال هكذاك، كيبقاو زويونين هاد الحويجات هكذا كما قلت لكم في الدار. انا ما كنحملش الوليدات ولا نبقاو ندورو في الدار بالبيجامات، سا سي انتردي. هذا هو الجوغين الابيض انا ديجا لبستو، انا غير عاودت وريته لكم، خديته في لاتاي ام ميديوم، مي هي شويه جاتني كبيره، سمول احسن صراحه. وهذه خديتها حتى هي من اش ام، صراحه زوينه بحال هكا مع شي جينز اولا شي اولا شي بونطالون ولا شي حاجه مع ان توب من الداخل كتجي فنه وزي سي 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 ابيي زعما زوينه صراحه. صافي هنا وقت القهوه، انا اصلا ما كتعجبنيش القهوه من غير هذه القهوه هذه مقطره، هاد لاماشينه ديال شريتها من ليدل صراحه صدقات واعره والله الا، يعني كتنفس لي غون ماشين اللي كانت عندي جا عندي وحده فنه، ولكن هذه زوينه خاصك غير تختاري لها القهوه ديالها. نخليكم على خير والى لقاء فيديو مقبل.